عبد الله بن سلام ده حبر اليهود، ولما أظل النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أتى عبد الله بن سلام ودخل على النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فلما رأيته قلت هذا وجه رجل ليس بكذاب. وقال: إني سائلك عن مسائل لا يعلمها إلا نبي، وسأل عدة مسائل. ثم قال له: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يا رسول الله، أنت تعلم أن اليهود قوم بهت، بهت يعني يركبون البهتان دائما، يرمون الناس بما ليس فيهم، وإن اليهود إذا علموا أنني أسلمت بهتوني، فأرسل إليهم وسلهم عني. واختبأ عبد الله بن سلام وراء ستار ودعا النبي صلى الله عليه وسلم اليهود، فجاءوا فقال: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا، وأعلمنا وابن أعلمنا، وفقيهنا وابن فقيهنا. قال: أرأيتم إن أسلم؟ قالوا: معاذ الله أن يسلم. فخرج عبد الله بن سلام وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قالوا: شرنا وابن شرنا، وسفيهنا وابن سفيهنا. قال: يا رسول الله، ألم أخبرك أنهم قوم بهت؟ هذا الطود الشامخ في العلم كان حبرا أيام كان يهوديا، وكان حبرا بعدما أسلم. هذا الحبر الجليل بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، حتى قال سعد بن أبي وقاص كما في الصحيحين: لا أعلم أحدا كان يمشي ونحن نعلم أنه من أهل الجنة إلا عبد الله بن سلام.